في مصلحتي انا كلاعب كوره ان هو يديني الفرصه دي ان انا احتك بره بطريقه كويسه. خلصت الاربع اشهر ورجعت تاني وجبت الورق بتاعي من نادي الحكمه. النادي الاهلي كان دايما بيأمن لنا ماتشات وديه تجريبيه مع فرق عالميه، برغم ان النشاط كان جه في سنه 72 73، انما قدر يتعاقد مع نادي سانتوس. وطبعا نادي سانتوس ده بيضم الكابتن بيليه، ده من احسن لاعيبه العالم، وبالتالي لعبنا ماتش سانتوس ده 73. طبعا ما كناش موفقين طبعا نظرا لان برضه الاحتكاكات الاجنبيه ما كانتش متوفره بصوره جيده زي ما هي متوفره للجيل الحالي من اللعيب، وبالتالي النادي الاهلي كان بيشوف اي توقف للدوري العام، لان الدوري العام كان رجع 72 73، انه يقدر يخلينا نحتك مع فرق اجنبيه لانه نزيد قدراتنا الفنيه والبدنيه قدام عشان نفيد النادي الاهلي ونفيد منتخب مصر. وبالتالي لعبنا ماتش سانتوس زي ما بقول يعني ما كناش موفقين في الماتش دوت. مش متابع وجايين بيديله وقت وخد شوط بليه حلوه، جول بليه، جول بليه الثاني، جول بليه الثاني، خدوا كاس، خدوا حلوه، جول جول، خدوها خدوها، مفيش حيطه مفيش حيطه، وقفت كل لعيبه، كان لازم تتعمل حيطه ثالثه، كان لازم تتعمل حيطه ثالثه. بالتالي اتفق مع فرقه منشن جلادباخ الالمانيه انها تيجي تلعبنا. الحقيقه الماتش ده برغم ان انا سني كان صغير، انما ظروف الماتش دوت خلتني انا ابقى كابتن الفرقه في الماتش ده بالذات. الماتش ده كان طلعنا بنتيجه 2-2. بعد رجوع الدوري تاني 74 و75 75 و76 انا كان ليا الشرف ان انا اكون موجود مع المجموعه اللي كسبت الدوري العام السنتين دول قبل ما اعتزل. ما اعتزلتش، لا، كان في خدت الدوري مرتين مع النادي الاهلي، وبعدين جالي ظروف اصابه كده صغننه في رجلي، طولت معايا شويه. كان كابتن مصطفى عبده ابتدى